تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للاعمال الانشائيه والهندسيه في العاصمه الاداريه الجديده. تفاصيل اكثر هنعرفها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي والسفارات والمحور المركزي والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، حيث وجه السيد الرئيس بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يساهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء إيهاب الفار استعرض الموقف التنفيذي الراهن لمختلف الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنها تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية والتوقيتات الزمنية ومعدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع. كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يساهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة. طيب ده كان خبر يعني الرئاسة وآخر التطورات اللي حصلت النهاردة. محتاجة أتكلم مع حضراتكم كده في موضوع الكائن اللي في الصورة ده واللي بيمثل المثل الشعبي الصعيدي الشهير الحلة الفاضية ترن كتير، أيوة أيوة اللي في الصورة ده، واللي بيدعي أنه بيدافع عن الديمقراطية والدين والسياسة وجو شعارات الدين والله غالب والجو ده والمقدمات النارية في تركيا، واللي الإنسانية والدين منها بريء لأن ببساطة الإنسانية لا تعترف بالعنصرية والإهانة اللي بيمارسها هذا الكائن الرخيص، زي كده إنه يطلع علينا ويشتم في خلق الله ويسخر من خلقة ربنا اللي هو بيستخدمه كده في شعاراته الله غالب والجو ده، ويشتم في ستات وبنات وناس كبيرة سنا ولا يعرف كبير ولا صغير، يعني بوضوح لفظ التربية، لفظ التربية ما عداش عليه، ما يعرفش عنه حاجة. والحقيقة ربنا يعني يسامح أهله اللي نسي تربيه. وقلة التربية دي للأسف في بعض الأحيان بتكسب في زماننا ده. ده مش بس قلة التربية، لأ ده أنت لازم تكون وضيع وخاين. ليه؟ الله، هو احنا نسينا المبدأ أبجني تجدني؟ هتقبجني هعمل لك كوكتيل قلة أخلاق وتربية وخيانة ما يخرش المية، ما يحصلش. ودي الخلاصة علشان بس
ما نستهلكش وقت كتير في الكلام على هذا الكائن. ولو فاكرين هما ازاي فضحوا بعض وازاي الكائن اللي في الصورة ده اتجنن لما عرف ان عناصر الجماعة الارهابية اللي في لندن بيقبضوا من عزمي بشارة فلوس اكتر منه هو واللي زيه القطيع دولت في تركيا، فطلع يشتم في عزمي بشارة ويهاجمه. ما طبعا يعني ما هي فلوس قطر ما ينفعش حد ياخد منها اكتر منه، ما هو بيشتم الراجل، الراجل مش مقصر في الشتيمه وقله الاخلاق، وانه يشتم ستات ويشتم بنات ويشتم ناس كبيره سنا وما يحترمش السن ولا يحترم الكبير ولا يحترم الصغير، وقاحه يعني. الله، طب هي مش الوقاحه دي بتقبض يا جماعه؟ طب انتوا ليه تخلوا ناس في لندن تقبض اكتر مني؟ هو أنا قصرت في قلة الأخلاق في حاجة؟ والحقيقة إن الأوامر والتمويلات هي الأساس عند الخونة دول في مهاجمتهم لمصر. ليه؟ لأن حجم الإنجازات في ألفاظ كده بتشعللهم، زي مؤامرة، زي إنجازات، فإحنا بنحب إنجازات، ها؟ عشان بتعملهم حاجة في أعصابهم، في أرتكارية، الإنجازات. والنجاح اللي بيتحقق على الأرض في مصر كل يوم من 2014، عشان 2014 دي برضو بتضايقهم قوي قوي. 2014 بتضايقك؟ 2014 2014 من ساعة التاريخ ده ومن ساعة النجاحات وهما متجننين ويطلعوا يشتموا ليل نهار في مصر على قنوات ومنصات الجماعة الإرهابية ومتجننين. إزاي كمان في ناس ممكن تاخد أكتر مننا في الخيانة؟ لكن الرد دايما إن النجاح أفضل انتقام. عايز تنتقم من عدوك؟ انجح أكتر. عايز تخليه مش على بعضه؟ انجح اكتر. وده اللي بيحصل على ارض مصر. وكمان مجنناهم الحقيقه، ولينا الفخر ان قناه اكسترا نيوز مضايقاهم قوي، وده فخر وطني احنا بنعتز بيه. كل حد شغال في القناه دي بيفتخر ان احنا مجننينكم وبنعمل الواجب الوطني الشريف اللي لازم أي مصري في حربنا النهاردة يفتخر بيه. وهم فاكرين إن مقياس النجاح المزور اللي بيضحكوا بيه على أتباعهم وعلى نفسهم، وأحيانا هم كمان بيصدقوا الكذبة دي والمقدمات النارية والحركات والكلام ده والمشاهدات الرخيصة المضروبة، الهدف منها الأكبر هو ضرب معنويات المصريين والتأثير على وعيهم وإحباطهم. بس برضو الحقيقة بتقول إننا لا ننضج إلا بمرور الأوغاد في حياتنا، وإنتوا مريتوا في حياتنا وفي تاريخنا الوطني ونضجنا. إحنا مين؟ إحنا الشعب المصري. إنتوا خليتونا ننضج. ليه؟ لأن ببساطة التجربة بتاعت السنة السوداء خلتنا ننضج وطنيا، خلتنا نعرف قيمة البلد دي، خلتنا ندرك نعمة الوطن، نعمة الوطن اللي غيرنا مش لاقيها. نحن لا ننضج إلا بمرور الأوغاد في حياتنا. وانتوا الحقيقة مريتوا وقعدتوا سنة، فبنشكركم جدا ان انتوا خليتونا واعيين. ده ببساطة شديدة، وعمرنا ما هننسى، وعمرنا ما بنعدي ونشوف. يكفينا بس لما نتفرج عليكم كلكم كقطيع وكخونة
وحد زي النموذج الكائن الخائن ده، يكفينا يكفينا ان احنا نشوف الجبن في عيونكم والكيد في ابتسامتكم الصفرة اللزجة الشهيرة وعدم الاتزان الانفعالي. الحاجات دي ما بتمرش كده، الحاجات دي بيبقى ليها أبعاد نفسية عميقة قوي، وبتبين قد إيه إن أنتوا موجوعين قوي ومقهورين قوي وإحنا تعبينكوا قوي. بس أرجع وأقول تاني ثلاث حاجات، معلش أنا كل مرة بكده بزود حاجة، أبجني تجدني نفتكرها كويس قوي، الحلة الفاضية ترن كتير نفتكرها برضو مع بعض، وتالت حاجة نحن لا ننضج إلا بمرور الأوغاد في حياتنا. ده بس كان موضوع كده كان لازم إن احنا نتكلم فيه. الخيانة والتآمر دي طبيعة واضحة في كل عناصر الجماعة الإرهابية، والكلام ده مش كلامي، مش من عندي، يعني مش جايباه كده من بيتنا، ولا مثلا أنا بتهمهم تهمة مش فيهم خالص. احنا لسه بنتكلم وبنقول ده الوصف الحقيقي بتاعهم، إن كل جماعة الإخوان الإرهابية متآمرين وخونة وبيجاهروا كمان بخيانته وبيقبضوا تمنها وهم معترفين بده. طيب ممكن حد يكون عنده شك ولو بسيط في الكلام ده، بعيدا عن الفصيل اللي احنا عارفينه للأسف لسه عايش فينا ده، لو احنا مش اخوان بس بنحترمه، بعيدا عن دول في ناس تانية ممكن يكون عندها شك، ولو انه برضو مش منطقي بس ماشي خلينا معاكوا للآخر. لو حضرتك عندك شك، في حاجة اسمها إعمال العقل ولو بقدر بسيط، وإعمال العقل والبحث بيقول إن إحنا بالحقائق بنكشف الخيانة بتوع الناس دول أو الكائنات دي، والحقيقة دي كشفت عنها رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس السابق أوباما، واللي أكدت بالدليل القاطع مدى خيانة وتآمر الجماعة الإرهابية ودورهم في المؤامرة على مصر. خلينا نشوف مع بعض التقرير اللي جاي ونرجع تاني لحضراتكم. إيميلات هيلاري كلينتون تؤكد خيانة محمد مرسي وجماعة، وثائق الخارجية الأمريكية التي تخص هيلاري كلينتون كشفت التعاون الوثيق بين إدارة أوباما ومحمد مرسي قبل وأثناء توليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية. الوثائق أكدت أن السفارة الأمريكية في القاهرة لعبت دور ضابط الاتصال بين المعزول محمد مرسي والإدارة الأمريكية. تلك الوثيقة التي تحمل رقم C5739624 التابعة لحقيبة الوثائق رقم F2015048841 بسجلات الخارجية الأمريكية تتضمن مراسلات السفارة الأمريكية عن مرسي. الوثائق تفيد أن مرسي كان على اتصال مع السفارة الأمريكية منذ صيف عام 2011. كما أكدت الوثائق أيضاً إبلاغ مرسي للسفارة الأمريكية بمعلومات عن لقاءاته مع الساسة والنخب المصريين ورؤساء الأحزاب ولقاءاته مع ضباط المجلس العسكري لطلب المشورة. الوثائق أكدت أن مرسي طلب من رجالات إدارة أوباما أن تصل المساعدات الأمريكية إلى الحكومة بدلاً من الجيش. الوثائق الأمريكية أكدت أن مرسي نفى علاقته بمطالب رفض اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأبلغ إدارة أوباما أن موقف الإخوان معتدل من إسرائيل. الوثائق ذكرت أنه في 13 سبتمبر من 2012
أبلغ مرسي السفارة الأمريكية بأنه بدأ يفقد السيطرة على الوضع السياسي في مصر على ضوء بدء التظاهرات الشعبية ضد حكمه. الوثائق أشارت أن مرسي طالب أمريكا بدعم حكومة الإخوان حتى لا تسقط الحكومة الإسلامية في يد الراديكاليين الإسلاميين. الوثائق أكدت رصد السفارة الأمريكية علاقة مرسي بحزب النور وأنه تأخر في إدانة العمل الإرهابي بحق القنصلية الأمريكية في بنغازي مراعاة لعلاقته مع حزب النور. كما كشفت الوثائق الأمريكية تنسيق مرسي مع الرئيس الليبي محمد المقريف لتنفيذ أجندة أوباما بتسليم دول الشرق الأوسط إلى قوى الإسلام السياسي بالتعاون مع تركيا وقطر وإيران. وثيقة الخارجية الأمريكية المفرج عنها في أكتوبر من عام 2020 والتي تؤكد نقل المعزول محمد مرسي أسرار عسكرية وسياسية للإدارة الأمريكية كانت تكفل محاكمة سريعة ومضمونة بتهمة الخيانة العظمى. على التليفون معنا دلوقتي الأستاذ بلال الدوي الكاتب الصحفي ومدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب. أستاذ بلال تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. لو بنتكلم على الرسائل دي وتداعياتها بعد كده سواء على مستوى الجماعة الإرهابية أو بعد كده انعكاساتها على تعامل العالم مع هذه الجماعة وهذه الفضائح، احنا خلاص خلينا نقول للشعب المصري كله ان خلاص ما عادش اي حد يقدر يشكك ان احنا كنا بنقول ان الاخوان ارهابيين والاخوان عملاء وفي علاقات وطيدة جدا 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 وان في مخطط وان في مؤامرة لهدم مصر واسقاط مصر وتقسيمها زيها زي الدول اللي احنا اللي سقطت في الفوضى خلال اللي ما اسموه بالربيع العربي. احنا من وجهة نظرنا كباحثين ما بنقولش ان ده، بنقول ان اللي حصل ده مش ربيع عربي ابدا ولا ليه علاقة بالربيع العربي، ده بحكم تفحصنا ودراساتنا وخبراتنا فيما حدث خلال العشر سنين الأخيرة احنا بنقول ان ده ارهاب عربي. بمعنى ايه؟ ان الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع جماعة الإخوان الإرهابية بعمل مجموعة من الفوضى والحراك، هم بيسموه حراك احنا بنسميه فوضى، من اجل تغيير الانظمة الحاكمة في عدد من الدول واخضاعها لجماعة الاخوان وبالتبعية اخضاعها للادارة الامريكية واللي اكدته ايميلات هيلاري كلينتون اللي احنا بصدد الحديث عنها. احنا بنقول ان محمد مرسي حينما اتى الى القصر الجمهوري كانت هناك اتفاقيات واضحة وصريحة من اجل تسليم الارادة، وخلينا نحط تحت الإرادة دي 100 خط، الإرادة السياسية المصرية إلى الخارج، مش التنظيم الدولي زي ما كنا فاكرين، لا ده اتضح ان التنظيم الدولي جميع اعضاء عملاء اصلا للولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وتركيا والدوحه عملاء فيما بينهم. فاحنا بنقول ان قبل اي كلام خلينا نقول نحمد الله على ثوره 30 يونيو العظيمه التي حافظت مصر وكشفت لنا كل المؤامرات دي كلها. احنا بنقول ان محمد مرسي اللي حصل على حكم قضائي نهائي بات كخائن في القصر الجمهوري كان يعمل بصراحة وبلغتنا كصحفيين وكباحثين ان هذا الرجل كان مخبر للامريكان، مخبر للاتراك، مخبر للقطريين اللي كانوا بيمدوه بالاموال، وده اللي كشفته وثائق هيلاري كلينتون. احنا بنقول ان هل هناك مواطن عاقل انه يحرض الامريكان على عدم تقديم مساعدات للحكومة المصرية، عدم تقديم مساعدات للجيش المصري؟ في حد عاقل يعمل كده الا اذا كان اخواني خاين؟ في حد يعمل كده يكون مخبر ويبلغ الاسرار اللي كان بيعقد فيها اجتماعات مع السياسيين والاحزاب واعضاء المجلس العسكري الا لما يكون مخبر بالتبعية، مخبر عن عمد، مخبر عن قصد؟ احنا هنحكم لو مرسي عايش كنا هنحكمه
كخاين عن عمالته مع مين ولا مين في انهي قضية، في تهريب الوثائق المصرية الخطرة جدا التي تمس السيادة المصرية والتي تتعلق بسرية الأجهزة الأمنية، هنحكمه كخاين على تسريب هذه الوثائق ولا هنحكمه كخاين على تحريض الأمريكان وعماته لهم، ولا هنحكمه على كذبه على الشعب المصري بأنهم كانوا بيقولوا على القدس رايحين شهداء بالملايين، واتضح أن الموضوع لا قدس ولا الموضوع له علاقة خالص بالشهادة. هم أكدوا بأنهم يعني اتفاق كامب ديفيد مع اسرائيل سيكون خير داعمين لها، هم بيقولوا ان احنا يعني نحفظ مصر من الارهابيين من الاسلاميين الراديكاليين. يعني حضرتك يا مرسي بتقول للامريكان ان لو هو مرسي قادر على السيطرة على الإرهابيين اللي هم بقى الأحزاب اللي طلعوها دي بقى الحزب الفضيلة وحزب الأصالة والأحزاب البناء والتنمية اللي كله إرهابيين، يعني حضرتك يا مرسي انت وجماعتك بتقول للأمريكان ان لو الإخوان ما جوش للسلطة ستقع مصر في يد هؤلاء الإرهابيين. طيب خلينا احنا نقول ان احنا معاك في كلامك، خلينا معاك للآخر. الله، بس انت قعدت معاهم في قصر الرئاسة، بس انت كنت بتدعوهم في جميع المؤتمرات، بس انت كنت بتاخدهم في قاعة الصالة المغطاة في استاد القاهرة وتقول لبيك يا سوريا، وكنت اخدت الارهابيين دول اللي اغتالوا الرئيس الراحل العظيم الزعيم انور السادات، قتلوا السادات من هنا وجبتهم قعدتهم جنبك من هنا احتفالا بنصر اكتوبر وذكرى اكتوبر. الله، هو انتوا كذابين ولا منافقين ولا ضالين ولا مضللين ولا مخبرين؟ لا، انتوا كل دول. دي اول حاجة. تاني حاجة، هو كان بيقول ان الاسرار العسكرية اللي نقلها ونقلها للامريكان والوثائق دي كلها، هو في واحد يقبل على نفسه انه ينتمي لجماعة ويرفض الانتماء الى وطن الا ما زي يكون اخواني؟ هم ده فكر الاخوان يا استاذة، وده اللي عايزين نقوله للشعب المصري العظيم. احنا لولا 30 يونيو من وجهة نظري المتواضعة لضاعت مصر وتقسمت لتسعة وتسعين ألف حتى. كانت ثورة كاشفة يعني بشكل كبير. هي دي الثورة اللي احنا عايزين نتكلم فيها. نقول ان هو احنا اللي حصل ده كله، ايميلات هيلاري كلينتون دي كشفت لنا بما لا يدع مجالا للشك ان القرار الاخواني كان في يد هذه الامرأة، هذه الامرأة التي حصلت على 36 مليون دولار من مجرد بس خروجها للإلقاء خطب. تخيل حضرتك هذه المرأة التي حصلت على مساعدات كثيرة جدا 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 فيما سمته بالصندوق الخيري. يعني ايه؟ يعني انشأت صندوق خيري لتقديم لها مساعدات، بدل ما تاخد المساعدات والاموال من قطر في ايديها بالبلدي كده، لا، الاموال تتحط في الصندوق يعني والصندوق يدي. خليني برضو اقول لحضرتك ان الموضوع برضو مش في هيلاري كلينتون كشخص، ولكن احنا بنتكلم ان الموضوع ده كان من ايام باراك اوباما بشكل كبير جدا، لو احنا بنتكلم في التسلسل الزمني. يعني استاذ بلال أدوي، مدير المركز الخليج لمكافحه الارهاب والكاتب الصحفي، طبعا انا شاكره جدا لحضرتك على هذه الايضاحات. مش هنروح بعيد عن الحقائق اللي كشفتها رسائل البريد لهيلاري كلينتون وحجم المؤامره على مصر، المؤامره على مصر عشان بتضايقهم، او المؤامره على مصر، وازاي ان في ناس كانت بتقدم نفسها على انهم كتاب ومحللين سياسيين ومؤرخين ونشطاء سياسيين، لان على نفسه ناشط سياسي حقيقه. التعريفات اللي انا بقولها لحضراتكم اللي هو لحد النهارده احنا مش عارفين يعني ايه ناشط سياسي الحقيقه. لو حد عارف يعني ايه ناشط سياسي يا ريت يساعدنا يقول لنا مين هو الناشط السياسي. والرسائل بتاعت هيلاري اللي كشفت حجم التمويلات اللي دفعتها إدارة أوباما للناس دي في إطار نشر مخطط الفوضى. هنعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي، ونرجع تاني لحضراتكم. عبيد هيلاري. ليس بعد الخيانة ذنب، فتحالف المتآمرون مع الخونة في صفقة تضمر الشر لمصر. عنوان الرسالة: التمويل الأمريكي للنشطاء في مصر. فضحت رسائل هيلاري كلينتون الكثير من الشخصيات في مصر،
وكشفت ثمن التحول السياسي. فقد نشرت الواشنطن بوست تقريراً عن تمويلات أمريكية لكتاب ومحللين مصريين. جاءت التمويلات لمقربين من واشنطن تحت مسمى دعم التحول الديمقراطي في مصر. المجتمع المدني هي بتكمل دور الدولة في الحتة اللي هي ناقصة توصل إليها، وهي قادرة على الوصول لحجم من المعلومات أكثر دقة من الدولة بأي شكل من الأشكال، لأن الشخص بيقدر يدي معلوماته للشخص اللي جنبه أكثر من يديها الدولة، لأنه بيخاف المجتمعات اللي فيها الجهل المنتشر. بيبقى فكرة الدولة دي البعبع، يعني مش عاوز أقول لها أنا بعمل إيه. تورط في الفضيحة مروان يونس مستشار بائتلاف دعم مصر وشريف حسني. فرصة جات لكم من السماء، وضع مرتبك وناس كلها بتخبط في بعض، يا تقوموا بدوركم يا اما تقعدوا تلتزموا الصمت وتقولوا انا خليني في الرمادي، الله اعلم بكره في ايه، والكلام الفارغ اللي بيعملوه ده كله. بتعليمات من هيلاري كلينتون تم منح الشخصين 65 مليون دولار بزعم بناء الديمقراطية. رسالة بتاريخ 18 من يوليو 2011. الموضوع في مصر. تبحث الحكومة الأمريكية عن عدد قليل من الديمقراطيين الجديدين. واشنطن بوست. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد التبرع ب 65 مليون دولار أمريكي في شكل منح لبناء الديمقراطية، وكان مروان يونس يريد ذلك. لكن عندما تصفح طلب المنح بدأ يشعر بالقلق، وقال يونس لشريكه في العمل شريف حسني الذي كان جالسا على حافة مكتبه: يا إلهي، هناك الكثير من الأشياء التي يحتاجونها. ثم انحنى نحو الكمبيوتر المحمول وقرأ 6 صفحات من الأسئلة. كان من بينها بعض العناصر بسيطة: اسم المشروع، مقدم الطلب، رقم الهاتف. ثم جاء سؤال: اشرح سبب ضرورة البرنامج. توقف يونس وحسني أمام هذا السؤال. بالنسبة لهم، لماذا يكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة إنفاق 65 مليون دولار على الديمقراطية في مصر؟ واتفق الاثنان على ثمن البداية 480 ألف دولار لطباعة تيشيرتات توعوية بالديمقراطية الموعودة، على أن يتم المطالبة بالمزيد من الأموال فيما بعد بدعوى أن التمويل ليس كافياً. هيضطروا يحولوا هذه الأموال، الله أعلم جابوها منين، يعني هيضطروا يدخلوها في بحوافز معينة للبنك. قاموا بالعصف الذهني لعدة أيام. أخيراً كتب حسني ما يلي: هذه هي فرصتنا لزيادة الوعي والفهم وتغيير النظرة إلى ما يمكن أن يفعله مجتمع ديمقراطي شفاف للناس. ثم جاء السؤال عن مقدار المال الذي يريدون. حسبوا الأفراد، الاستوديو، معدات الفيديو، المجموع 420 ألف دولار. زاد التمويل أكثر للثنائي المقرب من وزيرة الخارجية الأمريكية المتحالفة مع قطر والإرهابيين. وكتبت هيلاري كلينتون لمروان تقول له: مبروك يا مروان، سوف نستكمل بناء الديمقراطية. كان حسني في سيارته عندما رأى رسالة بريد إلكتروني من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جهاز الآيفون الخاص به. تضمنت الرسالة عبارة مبروك. وقف حسني بسيارته إلى جوار الرصيف واتصل بمروان. صاح: مروان يا راجل، انظر في بريدك الإلكتروني. أكدت الرسالة الأمريكية أن الأموال اللازمة سترسل بشكل تدريجي. فدخلت مصر في الظلام لسنوات 3 حتى انتفض المصريون في 30 من يونيو، وتوقفت الدولارات الحرام، وتستعيد مصر هويتها وتبدأ مرحلة تصحيح المسار. فشلت هيلاري كلينتون مثلما فشل وسيفشل كل من يقترب بشر من مصر. عبيد هيلاري. ليس بعد الخيانة ذنب،
فتحالف المتآمرون مع الخونة في صفقة تدمر الشر لمصر. عنوان الرسالة: التمويل الأمريكي للنشطاء في مصر. فضحت رسائل هيلاري كلينتون الكثير من الشخصيات في مصر وكشفت ثمن التحول السياسي. فقد نشرت الواشنطن بوست تقريراً عن تمويلات أمريكية لكتاب ومحللين مصريين. جاءت التمويلات لمقربين من واشنطن تحت مسمى دعم التحول الديمقراطي في مصر. المجتمع المدني هي بتكمل دور الدولة في الحتة اللي هي ناقصة توصل إليها، وهي قادرة على الوصول لحجم من المعلومات أكثر دقة من الدولة بأي شكل من الأشكال، لأن الشخص بيقدر يدي معلوماته للشخص اللي جنبه أكثر من يديها الدولة، لأنه بيخاف المجتمعات اللي فيها الجهل المنتشر. نعم. بيبقى فكرة الدولة دي البعبع، يعني مش عاوز أقول لها أنا بعمل إيه. تورط في الفضيحة مروان يونس مستشار بائتلاف دعم مصر وشريف حسني. فرصة جات لكم من السماء، وضع مرتبك وناس كلها بتخبط في بعض، يا تقوموا بدوركم يا اما تقعدوا تلتزموا الصمت وتقولوا انا خليني في الرمادي، الله اعلم بكره في ايه، والكلام الفارغ اللي بيعملوه ده كله. بتعليمات من هيلاري كلينتون تم منح الشخصين 65 مليون دولار بزعم بناء الديمقراطية. رسالة بتاريخ 18 من يوليو 2011. الموضوع: في مصر تبحث الحكومة الأمريكية عن عدد قليل من الديمقراطيين الجديدين. واشنطن بوست. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد التبرع ب 65 مليون دولار أمريكي في شكل منح لبناء الديمقراطية، وكان مروان يونس يريد ذلك. لكن عندما تصفح طلب المنح بدأ يشعر بالقلق، وقال يونس لشريكه في العمل شريف حسني الذي كان جالساً على حافة مكتبه: يا إلهي، هناك الكثير من الأشياء التي يحتاجونها. ثم انحنى نحو الكمبيوتر المحمول وقرأ 6 صفحات من الأسئلة. كان من بينها بعض العناصر بسيطة: اسم المشروع، مقدم الطلب، رقم الهاتف. ثم جاء سؤال: اشرح سبب ضرورة البرنامج. توقف يونس وحسني أمام هذا السؤال. بالنسبة لهم، لماذا يكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة إنفاق 65 مليون دولار على الديمقراطية في مصر؟ واتفق الاثنان على ثمن البداية 480 ألف دولار لطباعة تيشيرتات توعوية بالديمقراطية الموعودة، على أن يتم المطالبة بالمزيد من الأموال فيما بعد بدعوى أن التمويل ليس كافياً. هيضطروا يحولوا هذه الأموال، الله أعلم جابوها منين، يعني هيضطروا يدخلوها في بحوافز معينة للبنك. قاموا بالعصف الذهني لعدة أيام. أخيراً كتب حسني ما يلي: هذه هي فرصتنا لزيادة الوعي والفهم وتغيير النظرة إلى ما يمكن أن يفعله مجتمع ديمقراطي شفاف للناس. ثم جاء السؤال عن مقدار المال الذي يريدون. حسبوا الأفراد، الاستوديو، معدات الفيديو، المجموع 420 ألف دولار. زاد التمويل أكثر للثنائي المقرب من وزيرة الخارجية الأمريكية المتحالفة مع قطر والإرهابيين. وكتبت هيلاري كلينتون لمروان تقول له: مبروك يا مروان، سوف نستكمل بناء الديمقراطية. كان حسني في سيارته عندما رأى رسالة بريد إلكتروني من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على جهاز الآيفون الخاص به. تضمنت الرسالة عبارة مبروك. وقف حسني بسيارته إلى جوار الرصيف واتصل بمروان. صاح: مروان يا راجل، انظر في بريدك الإلكتروني. أكدت الرسالة الأمريكية أن الأموال اللازمة سترسل بشكل تدريجي. فدخلت مصر في الظلام لسنوات 3 حتى انتفض المصريون في 30 من يونيو، وتوقفت الدولارات الحرام، وتستعيد مصر هويتها وتبدأ مرحلة تصحيح المسار. فشلت هيلاري كلينتون مثلما فشل وسيفشل كل من يقترب بشر من مصر.
الأستاذ طلال رسلان الكاتب الصحفي معنا دلوقتي على التليفون. أستاذ طلال تحياتي لحضرتك. حضرتك يا فندم. لو احنا بنتكلم على اللي هيترتب على كل هذه المكاشفة وطبعا التسريبات والفضائح للبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، ممكن نقول ايه؟ دي انا احب شخصيا يعني في البداية احب اسمي سلاح تسريبات هيلاري كلينتون، وخاصة الجزء بتاع النشطاء ده، بتاع نشطاء السبوبة ده، عشان جزء مهم قوي. يعني هسميه الرقصة الأخيرة. الرقصة الأخيرة لعملاء السبوبة الحرام اللي استهدفت مصر بمخطط احداث الفوضى وتنفيذ المشروع الامريكي في مصر من 2011. يعني بحت الاصوات، قلنا ان ده حجم مؤامره، ان دي مؤامره، ان دي اموال مدفوعه باسم جمعيات ومنظمات غير معروفه وبتدخل البلد بدون حساب. الرقصه الاخيره ده ما يترتب عليه، ده السؤال اللي حضرتك بتقول وجهتيه. الرقصه الاخيره لمجموعه مرتزقه سياسيين اللي اطلقوا على نفسهم اسم نشطاء تحت زعم حمايه الديمقراطيه في مصر. الرقصه الاخيره لمدعي الحريه، وكان الشعب المصري كان بيحتاج الى اوصياء منزلين يعني ينصبون انفسهم متحدثين باسم الشعوب. كل تلك الامور اصبحت عيانا بيانا امام العالم، كل تلك الفضائح والارقام اللي حضرتكم سمعتوها دلوقتي وشاهدناها وتابعناها على مدار ايام كلها اصبحت عيانا بيانا امام العالم. لا مجال هنا للتشكيك كما يقال سابقا بحجم المؤامره. لما تيجي بقى حضرتك دلوقتي اقول لك ده كان في مؤامره في مصر، ما تشككش. دي حاجات ووثائق وتسجيلات ممهوره بتوقيع وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه هيلاري كلينتون، كمان الاداره الامريكيه اللي افرجت عنها وزاره الخارجيه الامريكيه، مش انا، اجهزه التحقيق الامريكيه واجهزه الاستخبارات الامريكيه اللي افرجت عنها، ده مش انا، عشان بعد كده حضرتك ما تجيش تشكك كما يقال سابقا من حجم المؤامره على مصر. جمعيات دعم الديمقراطيه التمويل الامريكي ودعم التحول الديمقراطي في مصر. تعالي بقى يعني نشوف بس كده مروان يونس، هو مين مروان يونس؟ مروان يونس ده حضرتك ده كان فرد ده عضو من ضمن عضو لجنه السياسات في الحزب الوطني. فجاه وبقدره قادر اتحول لناشط سياسي. بعد 2011 يعني في 2011 هو تحول للناشط المهندس الناشط مروان يونس. لو الناس اللي متابعه الوضع كان متابعين الوضع وقتها في 2011 كانت ظهرت تيشيرتات، احنا فعلا في ميدان التحرير وصل لنا التيشيرتات دي، وقبلها كانت وصلت التيشيرتات دي كان عليها عناوين الديمقراطيه ودعم الحريه لما نسال دي جايه منين؟ اصل جايه من جمعيه حمايه الحقوق الديمقراطيه في مصر، جايه من منظمه حمايه الحريات في مصر. ايوه مين يا جماعه؟ هنا ظهر بقى اسم مروان يونس، وبعده كان ملصق بيه اسم شريف حسني. مروان يونس هو احد الاشخاص اللي فهموا لعبه 2011 ان هي سبوبه، خلاص خطط لمرحله جديده وبدا يبعت ويتواصل مع الاداره الامريكيه، وكانت وقتها طبعا هيلاري كلينتون كانت جاهزه بالمخطط بتاعها. فانت بتتكلمي حضرتك على كام؟ نص مليون دولار، يعني نص مليون دولار في يعني الدفعه الاولى، كدفعه اولى كده. انا بقى هعمل استوديوهات وهعمل فيديوهات وهطبع تيشيرتات بقى وابدا اوعي الناس للديمقراطيه، ده المخطط بتاعه. وبعد كده هبعت رسائل بقى بريديه عشان تبدا الاداره الامريكيه ترد عليا، وهطالب بزياده المبالغ. حجم المؤامره غير طبيعي. انت متخيله حضرتك قد ايه كنا ضحيه لشله كانوا بيلعبوا بملايين على حساب البلد دي؟ البلد كانت حجم الخيانه فيها قد ايه وصل؟ اي واحد كان بيتخبر بشكل علني مع امريكا وغيرها باسم الحريه والديمقراطيه، وتتبعت الفلوس، والفلوس بتدخل مصر عن يعني قدام الناس كلها وقدام العالم كله. ويا ما حذرنا قلنا ان دي مؤامره. احنا دلوقتي بنتكلم بس على حلقه واحده من الحلقات، يعني مروان يونس او المهندس مروان يونس الناشط السياسي، سياده الناشط السياسي مروان يونس وسياده النشط السياسي شريف حسني، دول حلقه واحده حضرتك، البقيه بتاعتي. انت بتتكلم ان هم استلموا بس نص مليون دولار. الشعب الان يريد ان يعرف ماذا قدم هؤلاء بالضبط للاداره الامريكيه علشان تمنحهم كل هذه الاموال الطائله. حجم الخيانه كانت قد ايه بالضبط؟ ايه الوثائق اللي ادوها لهيلاري كلينتون عشان ترد عليه تقول له مبروك يا مروان سوف نستكمل بناء الديمقراطيه؟ احنا دلوقتي الشعب دلوقتي عايز يعرف كل القوائم،
وكل تتبع هؤلاء جميعا يوم بعد يوم استاذ طلال الحقائق بتتكشف، بس دايما يعني الصبر بيبقى مفتاح الحقائق دايما مع الزمن. استاذ طلال رسلان الكاتب الصحفي حدثتنا عبر الهاتف، طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. من ابجديات الحياه ان الانسان يعيش في مكان ما فيهوش مخلفات وقمامه، والملف ده الحقيقه مصر كانت بتعاني منه بشكل كبير في السنين اللي فاتت، لكن الفتره الاخيره في اجراءات اتحطت على ارض الواقع صارمه جدا، وبدانا ان احنا نشوف نتائجها احنا كشعب مصري لما بنمشي في الشوارع ونشوف فعلا ان الدنيا بدات تتحسن يوم بعد يوم. هنتكلم عن الملف المهم ده، الملف اللي هو زي ما قلت قبل كده ابجديات الحياه اللي لازم تكون موجوده في اي دوله ولاي مواطن في اي بلد تانية. بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم ونتكلم في الملف المهم ده. تحياتي لحضراتكم من جديد. قبل ما نتكلم عن منظومة المخلفات اللي موجودة في مصر وآخر الإجراءات يعني بشكل كبير اللي اتخذت في الفترة الأخيرة، معنا الخبر دلوقتي اللي نصه بيقول استقبل قداسة البابا طودروس الثاني وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح اليوم في المقر البابوي بالقاهرة، حيث رحب قداسته بأعضاء التنسيقية ومؤكدا أن الوطن هو أغلى قيمة في حياة الإنسان، كما أشاد بفكرة التنسيقية التي تضم مختلف التوجهات السياسية وتجمع أعضاؤها على حب وخدمة الدولة المصرية. وأكد قداسته أن حال الوطن لا يمكن أن يستقيم إلا بمشاركة كل أبنائه في البناء، وأن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تمكينا وتأسيسا حقيقيا لدولة المواطنة، ومشددا على أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب على الجميع. بينما أشاد المهندس كريم عبد العاطي والدكتورة شيماء عبد الإله المتحدثان باسم التنسيقية بمواقف قداسة البابا الوطنية في مواجهة محاولات بث روح الفتن الطائفية في المجتمع المصري. وفي نهاية اللقاء قدم سلمان إسماعيل أمين سر المساعد للجنة لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين درع التنسيقية لقداسة البابا. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، من أبجديات الحياة لأي إنسان وأي مواطن في أي بلد إن هو يعيش في مكان نظيف ما فيهوش مخلفات ولا قمامة، لأن دي كانت الحقيقة ومنتهى الشفافية كانت مشكلة كبيرة كنا بنعاني منها الفترة اللي فاتت وسنين فاتت كتيرة في مصر. لكن إحنا بنتكلم إن مصر دلوقتي خدت إجراءات حاسمة جدا، من أهم الإجراءات دي قانون محترم جدا اسمه قانون تنظيم المخلفات. طيب هو القانون ده ايه؟ بيستهدف ايه؟ في نفس الوقت تطبيقه هيكون ازاي؟ كل ده احنا محتاجين ان احنا نعرفه من الدكتور علي ابو سنه مساعد وزير البيئه للمشروعات. يا دكتور علي تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. اهلا وسهلا. لو احنا بنتكلم على قانون تنظيم المخلفات انا محتاجه ان حضرتك تعرفه للمشاهد الكريم. طيب حضرتك طبعا بداتي بكلمه مهمه جدا، ان احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله المخلفات لسنوات طويله، ودي مشكله لها بعد هنقول بعد اقتصادي، بعد على الصحه، بعد على السياحه، فمشكله كان مهم جدا ان احنا نواجهها، وكان احد العوائق الاساسيه ان احنا ما كانش عندنا اطار تشريعي لتنظيم اداره المخلفات. عشان كده كان الجهود بتاع وزارة البيئة خلال 3 ولا 4 سنوات اللي فاتوا هو إيجاد هذا الإطار التشريعي، لأن مشكلة إدارة المخلفات أو تنظيم وإدارة المخلفات مرتبط بالعديد من الوزارات وليس وزارة واحدة. فوزارة البيئة خدت على عاتقها أن هي تبدأ تجهز بالتعاون مع مجلس النواب، مع الوزارات المختلفة، وبدعم من القيادة السياسية لهذا المشروع الوطني اللي كنا بننتظره لسنوات طويلة. طبعا القانون اسمه قانون
تنظيم إدارة المخلفات. ماذا يعني؟ يعني إن إحنا لأول مرة في مصر بننظم إدارة المخلفات، بمعنى إن إحنا عندنا فصلنا بين عملية التخطيط وعملية التنفيذ وعملية المراقبة للمخلفات بصفة عامة. وأنا هنا بقول على المخلفات، مش بقصد بس المخلفات اللي هي القمامة، ولكن المخلفات بكافة أنواعها، بكافة أنواعها، خطرة غير خطرة، صناعية، مواد وبنى، يعني كافة أنواع المخلفات أو المخلفات الطبية. فهو قانون شامل بيحط أو بيضع في أدوار ومسؤوليات. عشان كده تمخض عن هذا القانون وجود جهاز اسمه جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يتبع لوزارة البيئة. هذا الجهاز هو اللي هيبقى بمعني عملية وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات، والتنفيذ هيكون من خلال الوزارات المعنية. طب والإدارات المحلية أخبارها إيه؟ ما هي الإدارات المحلية جزء من هذه المنظومة، هي اللي بتنفذ على أرض الواقع سواء في المحافظات. يعني هيبقى في رقابة وفي يعني مثلا إحنا خلينا نتكلم بصراحة، يعني مثلا في بعض الأحياء بتكون الرقابة المحلية اللي موجودة في الحي ده أو في المحافظة دي ما بتكونش بشكل كبير مهتمة بالمخلفات، وإن هي يبقى في انتظام في حتى يعني التلوث البصري اللي ممكن يكون المواطن بيعاني منه. ده أخباره إيه؟ يعني تنفيذه على أرض الواقع عامل إزاي؟ ده طبعا نقطة مهمة، وبشكر حضرتك على السؤال ده، لأن هذا القانون نظم بطريقة كبيرة زي ما قلت الفصل بين عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة. فعملية المراقبة محطوط لها آلية واضحة، وهذا دور من أدوار وزارة البيئة أن هي بتراقب على عملية التنفيذ. وتم دمج كل المواد اللي كانت في قوانين مختلفة لتكون في قانون واحد يتبع وزارة البيئة من خلال جهاز لأول مرة ينشأ في مصر هو قائم على تنظيم وإدارة المخلفات. إيه رأي حضرتك والسادة المشاهدين أن احنا نعرف أهم مهام الجهاز ده من خلال العرض اللي جاي ونرجع تاني لحضرتك؟ اتفضل. طيب دكتور علي، لو احنا بنتكلم في الخطة الزمنية، يعني احنا بنتكلم في سنة بقالنا شغالين في الخطة دي ولسه احنا مكملين، مع كمان عدم وجود بنية تحتية طبعا، ده اساس. فاحنا كنا يعني عايزين نعرف مصر عملت ازاي او واجهت ازاي التحدي ده عشان نقدر ان احنا نقلل مشاكل الملف ده. طبعا ده برضو سؤال مهم، لان زي ما حضرتك عارفه ان في سنه 2019 في مايو 2019 تحديدا تم اقرار منظومه اداره المخلفات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما تقدمت به وزاره البيئه. والخطه بتقوم على ثلاث محاور زي ما حضرتك قلت، محور منهم البنيه التحتيه. احنا ما كانش عندنا اي بنيه تحتيه، يعني عشان نجمع اللي انت بتجمعيه ده لازم يروح مكان، هذا المكان بتاع التجميع او المحطات الوسيطه مش موجوده، ما عندناش مدافن، او المدافن اللي موجوده اوريدي استهلكت ومش موجوده. فكان حاجه اساسيه ان احنا نبني البيت من الداخل الاول، يكون عندنا بنيه تحتيه. لما انا اجمع من البيوت المفروض ان انا هوديها مكان، والمكان ده هيتم فيه عمليه تدوير، والبقايا هتروح للمدافن الصحيه. فالخطه القوميه بتحتوي على عدد معين من البنية التحتية اللي احنا عايزين نعمله. عايزين مثلا نعمل 103 محطة وسيطة. المحطة الوسيطة عشان المشاهدين بس يكونوا عارفين، اللي هي بعد ما بجمع من البيوت ومن غيره لازم بوديه لمحطة بيتم فيها عملية فرز. خلي بالك ان احنا كان عندنا مشكلة برضو يا دكتور،
يعني السلوكيات العشوائية اللي احنا كنا بنشوفها في رمي القمامة في الشوارع والكلام ده كله، ان مفيش حتى تبقى سلة للمهملات موجودة جنب السكن بشكل كبير. دي برضو مشكلة أخبارها إيه؟ أنا مش عايزة أخرج عن سياق الإجابة المهم. بس أنا محتاجة أن أنا برضو يعني أطمن المشاهد أن حتى الإشكالية اللي احنا كنا بنعاني منها دي برضو هيبقى ليها حل. بالضبط، عشان حضرتك دي نقطة مهمة، لأن طبعا احنا الموضوع وجود الحاجات أو الصناديق في الشوارع والكلام ده سبب يعني ثبت فشلها عندنا في مصر، فلازم يكون التجميع من البيوت هيكون حل اساسي، ان يكون التجميع من البيوت نفسها. ازاي بقى هيحصل؟ اللي هو التجميع من البيت نفسه، يعني من داخل البيت. يعني في عامل مثلا هيجي هو اللي ياخد المهملات او القمامه ولا هتبقى طريقه التوصيل ازاي؟ بالظبط، هيبقى التجميع من البيوت، لان ده هيبقى حاجه مهمه جدا، وده قايم عليها المنظومه، لان طبعا عشان انت عارفه برضو ان كان عندنا مشكله النباشين، انت بتجمعي في قدام البيت بيجي اي نباش بيطلع لك الحاجات اللي ممكن يقعد تدويرها وبيرمي لك القمامه على الارض. فكان موضوع السيطره على هذه المخلفات صعب جدا. طب وضع عامل النظافه اخباره ايه في ده؟ طبعا هو عامل اساسي في هذه المنظومه، وده برضو من الحاجات اللي بقول احنا ورثناها، ان ازاي ان احنا نحط هذا العامل اللي وظيفته مهمه جدا وموجود في كل انحاء العالم، ليه احترامه وليه وضعه. طبعا وزاره البيئه بالتعاون مع وزاره التضامن مع وزاره الداخليه عملنا حصر لهم، بنسجل اسمائهم، هيبقى لهم وظيفه، ما كانش حد اي حد معاه. يعني تعيين رسمي؟ مش تعيين رسمي، مسمى وظيفي، يعني يتم. يعني هي كانت اصلا وظيفه مش معترف بيها، بيتكتب في البطاقه بلا عمل. بلا عمل دلوقتي انت هيبقى له وظيفه، هيتم شموله في الغطاء اللي هو التاميني اللي الدوله بتدعمه، الوظيفه مكتوب فيها ان هو بيعمل في مجال تدوير والقمامه وغيرها، يعني وظيفه لها قيمه وبتغطى بالنظام التأميني في الدولة. ده ما كانش موجود تماما. واحنا عملنا ده هيحصل امتى ده؟ ده خلاص احنا بدأنا فيه مع وزارة التضامن، وحاليا وجمعنا كل الأسماء، وحاليا بنتفاوض مع وزارة الداخلية. والحصر عشان ده تم بأعداد عملنا موقع النظافة، كل عمال النظافة اللي عددهم كبير جدا جدا. انت عارف ان في يعني ناس بتنتحل شخصيه عمل النظافه بشكل كبير، فعشان كده بقول لحضرتك في حصر تم ولا تم حصر؟ لان احنا اماكن وجود العمال بتوع النظافه في مصر معروفه، يعني عارفين الاماكن، وعملنا موقع الكتروني وبداوا يحطوا الاسماء بتاعتهم، وعملنا برضو مع الجمعيات الاهليه في حصر برضو عمال النظافه عشان ناخدهم للخطوه اللي جايه، اللي هم يعني عامل اساسي لهذه المنظومه، لازم نشغلهم طبعا ويشتغلوا. طيب انا يعني فاضل لي 30 ثانيه بس، عايزه اخد من كلمه كده حضرتك قلتها لي في الكواليس، ان كل ما الزمن بيتقدم كل ما الدنيا هتتحسن اكتر. بالظبط، فانا عايزه حضرتك تقول الرساله دي للمشاهد الكريم، ان فعلا مع التقدم والخطه الزمنيه هيبقى في تحسن وتطوير. بالظبط، ده انا بقول يعني وزاره البيئه والدكتوره ياسمين فؤاد اول مره يتحط لنا في مصر يعني خطه زمنيه 4 سنوات لتنفيذ هذه المنظومه على ارض الواقع. مر منها سنه حققنا على الارض انجازات، موجود دلوقتي حوالي 25 مدفن، موجود حوالي 40 محطة وسيطة، يعني احنا المفروض نوصل لأرقام معينة بنهاية المنظومة. فاحنا بنقول عدوا علينا خلال 4 سنوات ان احنا مصر ان شاء الله تكون في وضع افضل بكتير جدا، نكون اتخلصنا من هذه المشكلة للأبد ان شاء الله، وتنعكس بالخير بقى على الصحة والسياحة والاقتصاد طبعا وغيرها. فيعني ان شاء الله ومشاركة على نفسية المواطن طبعا دي اهم حاجة في ومشاركته مهمة، لان هو طبعا عامل اساسي، دي بلدنا زي ما قلت ودايما بقول ان ده مرتبط بالاقتصاد بالسياحة. صحيح. بالصحة، مش مجرد ان انا بس ببص على الوجه البيئي فقط، فطبعا ده حاجة مهمة وإعادة استثمار المخلفات برضو ده موضوع مهم جدا. أنا عايز يعني بس أقول آخر حاجة فضل. إن قانون المخلفات الجديد هيوفر للمنظومة حوالي 8 مليار جنيه. إحنا بنجمع 800 مليون جنيه بس، ما كانتش تكفي هذه المنظومة. فده طبعا حاجة كبيرة جدا في تحسب يعني
دكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل التفاصيل المهمة، وطبعا حضرتك أكيد عارف الملف ده مهم قد إيه بالنسبة لصحة وكيان وكرامة المواطن المصري. طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكر موصول مشاهدينا الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، إلى اللقاء. We'll be right back.